صباحكم الله بالنور والسرور وصباحكم الله بالخير مشاهدينا. طبعا أنا اليوم موجودة في درب الساعي، مثل ما قلنا لكم كل يوم بنطلع لكم من فعالية من الفعاليات ونغطي لكم أجزاء من درب الساعي ونكلمكم عن الأجواء. طبعا الأجواء رائعة، بمعنى كلمة رائعة فعلا. عدد الأطفال يتزايد، الزيارات المدرسية هنا عندنا كثيرة، يعني سواء كان من مرحلة الروضة، ابتدائي، إعدادي، بنات ما شاء الله الثانوية هنا، يعني المكان روعة. في إضافة حلوة صارت، شفنا الحلال من شوي دخلوا الخرفان حق اليهال ودخلوا الماعز، اليهال جدا مبسطه واستانسه وكانت البسمه مرسومه على وجوههم. لاحظت الحين كثير من البنات الحلوين الصغار بداوا يركبون على الجمال ويجربون هاي يعني النوع من الاشياء اللي تربطهم بتراثهم ويتعلمون شلون كانوا ابائنا واجدادنا يستخدمون مثل هاي وسائل النقل، خلينا نقول بدل السيارات الحديثه والباصات. خلود وشايعه، انا اليوم في المقطر، طبعا قررت ان انا اروح الى الجانب الفني شوي واتكلم معاكم عن الاعمال واللوحات الفنيه اللي موجوده هنا، ويعني كلها تذكرنا بتراثنا سواء كانت من طيور، من مراكب، بر وبحر، خلنا نقول اعمالهم كلها تعكس التراث وتعكس حضارتنا القطريه. معي عدد من الفنانات هنا، ومعي فنانه بتكلم معاها، هي الفنانه التشكيليه هيفاء الساده، بتكلم معاها عن اعمالها وعن تواجدها هنا. صباح الخير هيفاء. صباح النور. طبعا يعني وجودك في هاي المكان، ارحب فيك طبعا واشكرك واهنيك على وجودك طبعا في احتفالات اليوم الوطني، ترسمين وتعكسين لنا مظاهر التراث. وجودك في هاي المكان في مثل هاي الفعاليات ايش يعني لك؟ أكيد مشاركتي أنا هنا في الفعالية هذه تضيف لي وايد، تضيف لنا كلنا إحنا كفنانات، نحب نشارك في الاحتفالات والفعاليات كلها اللي تخص اليوم الوطني. نحب نرسم عن التراث، نحب نرسم أي شيء يعكس التراث. طيب بما أنك قلتي يعني أنا أحب أرسم أي شيء يعكس التراث، أنا لاحظ لوحاتك يعني ما شاء الله عندك 1 2 3 4، طبعاً أكيد عندك الكثير، يعني كلها فيها عناصر مأخوذة من التراث، ممكن تكلميني عن هاي العناصر اللي أنت حطيتيها واحد واحد، يعني تذكرين لنا إياهم؟ أنا أحب أرسم الخيول اللي تعكس أصالة تراث قطر، أحب أرسم خيول الشقب، خيول الأمير، أحب يعني أرسم خيول القلايل. أي ساعة أنها من الشقب أنت ماخذتها؟ أيوة. من أحد خيول الشقب. أيوة. وخيول القلايل بعد. احب ارسم الطيور. في احد لوحاتك هني فيها صقر. ايوه. واحب ارسم الشخصيات، هاي الشيخ جوعان بن حمد والشيخ محمد. هاي كان الرزيف احتفالات اليوم الوطني. العرضه. ايوه العرضه. بالنسبة حق يعني غير هاي النشاط، في الجدارية المشتركة اللي بينك وبين الفنانات، إيش يعني إنه يكون في عمل مشترك بين أكثر من فنان بالنسبة حق الفنانين نفسهم وبالنسبة حق العمل نفسه؟ المشاركة كانت في الجدارية أضافت لنا وايد، تبادلنا خبرات، استفدنا من بعض، تجربة كانت وايد حلوة، يعني نشكر ريان إن الفكرة كانت وايد يعني ناجحة، رسمنا عن ماضي وحاضر قطر، أضافت لنا وايد. يعني هي جدارية كاملة تشمل ماضي وحاضر قطر. تعكس الماضي والحاضر عن التراث وعن المباني الحديثة والتطور اللي صاير في قطر الحين. هاي بالنسبة لكم أنتم كفنانات تبادل خبرات، ويعني حتى خلينا نقول أن تتعلمون من بعض وتستفيدون من بعض وكل واحدة تشوف بعين الثانية شلون العمل الفني. بالنسبة للعمل الفني إيش كثر يأثر في قيمته؟ شلون يعني العمل الفني؟ يعني قيمة عمل فني، أنا لما أقتني عمل فني أو لما أشوف عمل فني من يعني من عمل مثلا الفنانة هيفاء، أم أن أنا أشوف عمل فني مشترك بين فنانين كبار في البلد؟ العمل الفني كان بشاركة 4 فنانات قطريات، يعني شاركنا بعض، ساعدنا بعض، يعني اللوحة ما كانت لا لوحتي ولا لوحة جواهر ولا إيمان، كلنا تشاركنا وحطينا خبراتنا كلها في الجدارية هذه. فالجدارية طلعت أحلى من تكون عمل شخص واحد. إذن يعني زادت قيمة الجدارية بما أننا تعاون تكاتف بيننا إحنا القطريات، كان عمل وايد جميل. الله يعطيكم العافية. طبعا كلميني يعني أنا جذبتني جدا هاي اللوحة، ألوانها رائعة، يعني أنت لحين توج تحطين الهاي بس تعرفين بياضها وبياض الخيل نفسه لفت انتباهي، فكلميني عنها. مشكورة. هاي خيل من خيول القلايل، أنا حابة كنت أشارك فيها في معرض القلايل المسابقة، اخذتها من مصور قطري استاذنته، ويعني حابه اني اشارك في المسابقه وافوز ان شاء الله.
يعني هاي اللوحة استوحيتيها من القلايل. خيول القلايل اللي كان يساعد يعني هم يطلعون بالخيول يصيدون بالطيور والسلقان، وهاي خيول هاي خيل من خيولهم. يعني أنا ألاحظ في حركة فيها شيء من القوة شيء والجموح على قولتك في ال. ما شاء الله الصورة وايد عجبتني. أنت شفتي هاي المشهد بعينك أو إنه يعني؟ هي صورة أنا عجبتني من موقع القلايل خدتها. الجمعية سمحت لنا ناخذ الصور من هناك ونرسمها من موقع القلايل. يعطيك العافية فنانتنا هيفا السادة، وشكرا على هاي الأعمال الفنية الرائعة، وأنا متأكدة أن الأطفال والزوار لما يشوفونها حتى اللي ما يعرف يعني من برا جايين ما يعرفون عن تراثنا وحضارتنا بياخذون فكرة عن يعني تراث وحضارة قطر والعناصر اللي موجودة عندنا. يعطيك العافية وشكرا لك. خلود وشايعة، هاي كان كل اللي عندي من المقطر من القسم اللي خاص باللوحات الفنية والفنانين. الكلمة عندكم في الاستوديو.